استقبل السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج في مطار القاهرة جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن. وقدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين. ومن جانبه قدم السفير القبرصي خالص التعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.